السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقولون من له عادة ما يخليها، يلا لا تقطع هذه العادة منا، نفتح مجالسنا وقلوبنا لضيوفنا. اليوم في مجلس محمد بن عبد الله الهرمسي الهاجري في الرفاع الغربي، تفضلوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، مساكم الله بالخير، كل عام وانتم بخير، والله يعود علينا وعليكم بكل خير إن شاء الله. نحمد الله ونشكره في هذا اللقاء. شهر رمضان المبارك بركاته عامة على الجميع من جميع النواحي، ونبدأ بمجالسنا والله الحمد. مجالسنا عمرانة في البحرين، من 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 شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. علوم رجال ما تشوف عندهم، قليل اللي يشوف، ولكن المجالس هي الأساس، هي اللي علمت ناس كثيرة، واحنا من ضمنهم تعلمنا من المجالس علوم السلوم الرجال شلون تضيف ضيفك لما جاك وهالامور هذه. يعني حياكم في مجلس يدي محمد بن عبد الله الهرمسي الهاجري، حيا الله بالجميع.